والله الحمد لله احنا يعني العمليه كانت عمليه خطيره جدا، وانا يمكن الحفله السنه اللي فاتت كان في الليالي العشر وقريت سوره الفجر كامله على الستيج، فعسى ان ربنا يكون تقبلها وانقذني من الموت الحمد لله من هذه العمليه. الحمد لله رب العالمين. شكرا عليك من اي حاجه، الحمد لله على سلامتك. كلمنا عن مشاركتك النهارده في مهرجان القلعه. لا انا بحب الجمهور في القلعه جدا جدا جدا، وانت حضرتك ملاحظه ان هم هذا الكم اللي بيبقى موجود كل سنه، والعلاقه اللي بيني وبينهم ملهاش دعوه بالغنى بقدر ما هي ليها دعوه بالحب الشديد جدا جدا جدا، انك بتتكلمي كانك بتتكلمي مع اهلك مش مع جمهور. الحقيقه غنيت لهم النهارده اغاني من الالبوم الجديد بتاعك. هينزل امتى؟ يا رب ان شاء الله ينزل على راس السنه باذن الله. احنا كلنا مستنيين. ومحضر كام اغنيه؟ حوالي 12 واحده ان شاء الله ينزلوا ويكسر الدنيا في المسرحيه الجديده. بقى ما ينفعش تبقى معانا وما تتكلمش عليها. هي فيها شيء جميل قوي انها بتناقش ما وصل اليه حال الفن الغناء بالذات، من اديك في الارض تفحر واديك في السقف تمحر واديك في الجيركن ترجن واديك في الحرس جره واديك تلبس نظاره. طبعا الكلام ده كله لما نيجي نقول علاجه ازاي، مش علاجه ان احنا نشتم في الناس دي، لا علاجه انك نقدم البديل الجيد الذي يجعلهم يشعروا ان هم بيقدموا شيء ليس له قيمه، ان مصر عظيمه جدا جدا بما قدمت من فن من العظماء السابقين. فما ينفعش تصل لمرحله ان احنا بنتكلم اديك في الجيركن تركن، يعني ما ينفعش. ايه رايك في الاغاني المهرجانات واللي وصل ليها؟ اغاني المهرجانات دي مهرجان يعني هيصه طول عمرنا واحنا في الجامعه، لما تيجي تخش على ناس ما تعرفيهمش تعملي ايه؟ لا تروحي عامله هيصه على طول. ليه؟ عشان تخلي الناس كلها تسقف وما ياخدوش بالهم انت بتقولي ايه؟ يعني ما ياخدوش بالهم انت بتقولي اي كلام. لكن لما نقعد مع بعض بالليل مثلا في السمر بنقعد بقى نغني الاغاني اللي هي فيها سمع وفيها كمان. فالمهرجان يعني هيصه، ده لزوم الافراح والليل الملاح واعياد الميلاد. ما فيش حد قال ان الناس دي بتقدم شيء ياخدوا عليه جوائز عالميه يعني. الناس دي بتاكل عيش ونجحت مع الناس وخلاص بقى. ما تقعدوش تقلبوا في الموضوع وتقعدوا تشتموا، انتوا اللي بتنجحوهم لما تشوفوهم في اليوتيوب وتعملوا لايك، انتوا اللي بتنجحوهم ما تشتكوش بقى. عرض المسرحيه يبدا امتى ومين هيكون بطوله معاك؟ طبعا شيرين، انا بحب شيرين جدا، انت عارفه شيرين مسعودي وشيرين سورسار زي ما بيقولوا، انا بحبها جدا، صوتها نفسه دمه خفيف. فالمسرحيه جميله قوي، موضوعها حلو قوي، بتقول رساله حلوه قوي، وفي نفس الوقت ليها قيمه جميله جدا جدا انك انت بتعالجي شيء منتشر بشكل مش طبيعي في المجتمع المصري. ايه رايك في دخول الفنان محمد رمضان لمجال الغنى ونوعيه الاغاني اللي بيقدمها؟ والله محمد رمضان رغم ان هو في بعض المشاهد بيمثل فيها كويس جدا، الا ان المواضيع اللي بيقدمها تحمله ذنوب مدى حياته الى يوم القيامه. فانك تاثر على جيل بهذا الموضوع تبقى عبده موته، وقلنا عبده موته كان في البدايه مش مشكله، لكن طالما انت وصلت وعملت اسم وبتاخد ملايين يبقى اختار الموضوع بقى وقدم شيء يخلي الناس تفتخر ان انت راجل مصري. ما ينفعش خلاص عبده موته انتهى، يبقى طالما وصلت وعملت اسم يبقى قدم موضوع يستحق الناس تشيد بيك ان انت راجل ممثل كويس. بس عايزين نطمن على يعني بينك وبين النقابه وصلتوا لحد فين؟ لا النقابه بصي احكام القضاء كلها لصالحي، والانتخابات اللي فاتت تم الغائها كامله من مصطفى كامل الاستاذ هاني شاكر لكل المواضيع، وعودتي كنقيب قانونا كده. لكن انا مش هحرج دولتي عايزه تنفذ الاحكام اهلا وسهلا، مش عايزه تنفذ ما يلزمنيش.